مع فنانين وشعراء موريتانيين. بعد عقود من مغادرته موريتانيا يعود إليها محملا بذكريات إنسان وشجان فنان، ليصل من قطع ويتعهد العلاقة الخاصة بينه وبين بلاد الشنقيط التي تحتفل اليوم بذكرى 56 للاستقلال الوطني. باسمكم جميعا إخوتي المشاهدين، أرحب بالفنان السوري الكبير فريد حسن. أستاذ فريد، أهلا وسهلا بك. نتحدث مع الأستاذ الفنان فريد حسن اليوم عن ذكرياته في موريتانيا وعن الفن الموريتاني وأهم الأغاني التي أدها. أستاذ فريد، أهلا وسهلا بك مرة أخرى، وحبذا لو حدثتنا في البداية عن زيارتك الأولى لموريتانيا وكيف وجدتها آنذاك. زيارتي الأولى كانت عام 77 في آذار، 23 آذار مارس. وجدتها كانت بلدا في طور النهوض طبعا، وهذا أمر بديهي لمدينة خاصة العاصمة بدأت من خيمة، البنى التحتية غير موجودة. جيد منها كانت أن أوجدت العملة الوطنية وأوجدت مباني للوزارات ومباني لبعض الموظفين، هذا الذي كان موجود. كان هناك سوق شعبي متواضع. في اليوم الأول وأنا ماشي في السوق سمعت المذيع يقول إذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في نواكشوط تقدم نشرة أخبار الظهيرة. قبل أن يقول ذلك سمعت دندنة بآلة تيدينيت، لم أكن أعرف أنها تسمى تيدينيت. الدندنة كانت بسيطة جدا ومتواضعة. أنا كملحن في إذاعة حلب قبلها سجلت 10 أغاني في إذاعة حلب ونالت 3 منها الجوائز الأولى. فعندما وجدت هذا الوضع تألمت كثيرا لبلد عربي يعيش بهذه الحالة دون أن يساعده الآخرون. فقلت لماذا لا أقوم أنا بهذا الدور. فقلت لصديقي الذي كان معي نتسوق بعض الأغراض من السوق. السوق كان كئيبا جدا، يعني بعض الخيش، الخيم من الخيش أو من المعدن، والوجوه كئيبة مغبرة، الغبار وقتها كان كثيرا جدا، كانت سنوات جفاف. يعني أنا اليوم لي 4 أيام هون لم أرى الغبار. في ذلك الوقت كان كل يوم الغبار موجود، وغبار أحيانا لا ترى من أمامك بعد 3 أمتار لا ترى شيء. وجدت وجوها كئيبة، تألمت كثيرا. المهم قلت لصديقي أتمنى لو تمكنت أن أغير لهم موسيقى نشرة الأخبار، فاصل الموسيقي قبل النشر. فتعجب صديقي وقال أنت أستاذ تربية عن النفس، ما لك الموسيقى؟ قلت له سأقص لك فيما بعد. المهم حدث ما حدث، التقيت ب الإذاعة بالحسن والمولاي علي كان مدير البرامج وأعطاني الضوء الأخضر. طلبت منه الضوء الأخضر، قال لي نقود لا يوجد عندنا. قلت لا أريد نقودا، أريد أن تتعاونوا معي في الإسراع بالعمل في مجال الموسيقى في موريتانيا. قال لي هذه بطاقة دائمة ليلا نهارا، متى تدخل لا يدخل فيها العسكريون تدخل فيها أنت. فعلا كنت أسجل أحيانا في 12 ليلا، متى وجدت الفرصة أتي فأسجل. المهم أن طلب مني أن ألحن نشيدين لكي يغنيا في لقاء الجمهور، وغنيتهما مع الفنان الكبير سدوم ليدة ومع الفنانة المرحومة المحجوبة بنت الميداح، وأحضرنا ترومبيت آلة نحاسية من الفرقة العسكرية. المهم كان هذان النشيدان يزعان كل يوم في برنامج الصحراء. كان أول مساهمة منك في الفن الموريتاني عبر الإذاعة؟ لا، كانت درسي كغلانا قبلها. المساهمة الثانية هي نشيدة أفريقيين وعرب الاثنين وكتائب موريتان من كلمات محمد المرحوم محمد السيد إبراهيم، ومن ألحاني وغنائنا سويا أنا وسدوم.
والمحجوبة رحمها الله. بعد فترة أذهب إلى أطار في رحلة فنية، لا تأتي السيارة التي ستقل ترجعنا إلى المخطوط، فأسأل فيقول أحد الشباب خليج كوديتا، وأنا ما نعرف الفرنسية. نعم. سألته ماذا تعني كوديتا، قالوا يعني الانقلاب. انقلاب عفوا. فلذلك سمعت الموسيقى ترافق المذيع الذي يقدم البلاغات، بلاغ رقم واحد، بلاغ رقم اثنين، فعرفت أن حينها انقلاب 78 إيه بعشرة تموز. فاستمرينا بالمتابعة الإذاعة عند الأخبار عند الواحدة ظهرا، بدل من أن تخرج التدنيت ظهر نشيد كتائب موريتانيا في أول الأخبار وآخرها. واستمر الوضع يومين أو ثلاثة، جئت إلى المغشوط، فذهبت إلى دار صديقي الأستاذ الذي كان معي، قال لي أعرف ماذا ستقول، ستقول لي لقد تحقق الحلم. نعم. وتحقق الحلم. أي نعم. أستاذ فريد، لديك ذكريات أيضا مع فنانين وأدباء موريتانيين تتعلق بالرسالة التي شرحتها في البداية، وهي أنك تود أن تقدم لموريتانيا شيئا، وترى أن رسالتك كفنان تقتضي أن تسهم في تطوير الموسيقى الموريتانية وتدخل عليها بعض الأشكال والألوان الفنية الأخرى. ما هي أبرز ذكرياتك مع الفنانين الموريتانيين؟ أبرز من تعاون معي طبعا المرحومة ديمي، وكانت فنانة من نوع فريد ليس على مستوى موريتانيا. أولا سريعة الحفظ، يعني درسك أغلانا، مشينا أنا وهي بالسيارة، كانت شارية سيارة أرسينك رينو 5 جديدة، مشينا باتجاه البحر ورجعنا، ما وقفنا نهائيا، مشينا ورجعنا، كانت قد حفظت الأغنية، وهي أغنية معقدة، يعني أي مطرب يعني لو أعطيناها لأصالة نصري أو ميادة حناوي لا يمكن تحفظها أقل من يومين، هي حفظتها خلال نصف ساعة ثلث ساعة، وحفظتها كما أغنيها أنا. يعني كانت المرحومة رائعة الحفظ، ذكية جدا، إضافة إلى حنجرتها التي لن يوجد مثلها ولم يوجد مثلها في منطقة المغرب العربي كله. طيب ماذا عن الأدباء والشعراء؟ الأدباء تعاملت مع كثير منهم، على سبيل المثال للحصر طبعا على رأسهم الشاعر الكبير أحمد ولد عبد القادر، لحنت له فرحة العيد، لحنت لفاضل أمين أغنيتين رحمه الله، أغنية سمراء وأغنية تموز، أغنية سياسية عند الانقلاب. لحنت للخليل والنحوي نشيدا، لحنت لكابر هاشم قصيدة اسمها لغز الحياة، لحنت لقصيدة لأحمد الماح عن صنهاجة، لحنت من الزجل العامي أربع أغاني لأحمد الماح من الأدب الشعبي، من الأدب الشعبي لحنت لأحمد العبيد أربعة، وأنا الآن ألحن له الخامسة تقريبا انتهت، بعنوان متوحش موريتان. لحنت لمحمد سالم ولده، وطبعا بالمناسبة أشكره شكرا جزيلا، وله يعود الفضل في مجيئي إليكم في هذه الزيارة دعوة من المركز العربي لفنان، لأنه هو الذي دعاني وهو الذي أمن موضوع سفري وعودتي وإقامتي، وأشكر طبعا صديقي أحمد العبيد الذي استقبلني في فندقه بدون مقابل. ماذا إذا عن الموسيقى الموريتانية؟ كيف وجدت هذه الموسيقى وأنت كفنان حلبي قادم من سوريا ومن حلب، يعني من الأرض عريقة ولها تاريخ فني عريق، كيف وجدت الموسيقى الموريتانية؟ الموسيقى الموريتانية موسيقى جميلة ورائعة، وفيها جذور أندلسية، يعني أنا
الأيام الأولى قبل أن أفعل أي شيء. يعني أنا عادة عندما كنت ملحنا في إذاعة حلب قبل أن أفعل شيء أتي بالكلام، أدقق في الكلام، أسأل الإذاعة، أسأل المطرب، يعني أرتب الأمور. فجئت هنا كل شيء جديد، درست الموسيقى الموريتانية دراسة سريعة بلقائي بكل الأسر الفنية، ذهبت بيتا بيتا يوما ويومين وثلاثة، بدءا من المرحوم سيد أحمد بكاي والعوة، ومرورا بأهل النانا موديرن وأهل النانا الآخرين وأهل أبا وأهل ليدا ومن أيضا وسيمالي والميداح، التقيت بهم جميعا وعرفت منهم الموسيقى. يعني ومن خلال سيد أحمد بكاي والعوة إنه كان يحتفظ ببعض الأغاني القديمة جدا، كلما رجعنا للوراء وجدت أنها تقترب من الفن الأندلسي العربي. طبعا الكحال، جانب الكحلة من الموسيقى الموريتانية عربية لا نقاش فيها. الجانب البيضاء هي أفريقية، يعني مثل موسيقى السودان، لها جذور إفريقية. أما الجانب البيضاء فهي مثل الموسيقى المغربية والتونسية والليبية والمشرقية، موسيقى لأن فيها ربع الصوت. إذن هذا التنوع في الموسيقى الموريتانية، الأفريقي، المشرقي، المغربي، هل ترى أنه إذا ما أرادت الموسيقى الموريتانية أن تتطور، ونحن نسمع دعوات خلال العقود الماضية حول ضرورة أن تتطور الموسيقى الموريتانية، كيف ترى الموسيقى الموريتانية مستقبلا؟ هي لو نظرنا، يعني أي شيء الآن، أنتم قبل 40 سنة لم تكن إلا إذاعة بسيطة متواضعة، حتى التلفزيون ما كان موجود. عندما أردتم فعلتم كل شيء، لكن ماذا يجب أن تفعل؟ يجب أن تسأل كل ما هو موجود عند غيركم، تستفيد الأجهزة اللي عند غيركم زمان لم تحضروها لن تتطوروا. فالموسيقى مقوماتها معهد موسيقي أولا، يدرس الناس الموسيقى الحقيقية العلمية، تدرسها بشكل علمي، يعني مثل ما كان موجود عند الموسيقى المعلمين اللي بيصنعوا صناعات يدوية بدون أي قاعدة، بدون أي علم، هذا أفضل أم أن يدرس الميكانيك، أن يدرس الكيمياء، أن يدرس الأشياء الأخرى ويصنع بأدوات متطورة عندها سينتج. لذلك معاهد موسيقية، مدرسون يجب أن يستخدموا من الخارج، من سيعلم الموسيقى العصرية مدرس يستخدم من الخارج، الموسيقى الغربية يجب أن تدرس، الموسيقى الشرقية يجب أن تدرس لأنهما تتكاملان. عندها يكون، وأهم من كل هذا الأمر هو أن يشترك كل المواطنين في عملية تطوير الموسيقى، لأن التطوير عادة يكون عن طريق النوابغ. النبوغ نظرية تعني كلما زاد المشاركون المؤهلون في عملية الاختيار كلما كانت إمكانية إعطاء النابغين أو حدوث أعداد من النابغين أكثر. هناك فنانون موريتانيون أدخلوا آلات موسيقية غربية على الموسيقى الموريتانية، المعلومة أستاذ المعلومة الميداح لها مساهمات في هذا الإطار وغيرها من الفنانين، كيف ترى هذه المحاولات؟ هو كل شيء لصالح تطوير الموسيقى جيد. يعني عندما كانت الآلات تعتمد على أردين، علما أن صوت أردين جميل لكن لا يكفي، يعني الموسيقى لا يكفي أن يشكل فرقة موسيقية. يعني في سوريا إحنا كان عندنا من آلاف السنين العود، ومن آلاف السنين القانون، ومن آلاف السنين الناي، ومن آلاف السنين الطبلة، ومن آلاف السنين الربابة، لم نكتفي، والبزوق، لم نكتفي بهذه الآلات، بدأنا نحضر الآلات الأخرى، الأكورديون والبيانو والفيولنسيل والكونترباس والتشيلو والفرقة النحاسية والكمان. الكمان هي أهم آلات العالمية التي تعطي موسيقى جميلة.
فإذا لم تكن يعني الفرقة التي تعزف مع أم كلثوم فيها 50 آلة كمان، 50 شخص يعزفون بنفس الوقت وبنفس الدقة مع بعض يعني. فإذا طبعا ما فعله الإخوة الموريتانيون أو الفنانون الموريتانيون جيد، لكنه لا يكفي أبدا، لا يكفي، يجب إحضار كل الآلات وأن تعزف بوقت واحد. يعني أنا عندما أنظر إلى الفنانين الموريتانيين وهم يغنون، هذا يغني من مكان وهذا يغني من مكان، والموسيقى تسير في مكان والغناء يكون في مكان والطبل يضرب في مكان. طيب. يعني ليس هناك دقة. لماذا؟ أنه ليس هناك علمية. أستاذ فريد، سنستمع إلى عودك ويكون ذلك فاصلا قصيرا لنعود بعد ذلك مواصلة الحديث معك. كانت هذه موسيقى زين الشرقي. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم معنا من جديد في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ الفنان السوري فريد حسن الذي يزور موريتانيا هذه الايام. استاذ فريد، خلال لقائك بالموريتانيين خاصة في سنوات نهاية السبعينيات والثمانينيات وزيارة لك أيضا مطلع التسعينيات، إذا ما أردنا أن نقارن بين الإنسان الفنان الموريتاني وغيره من الفنانين مثلا في العالم العربي، بما يتميز الفنان الموريتاني وما الذي ينقصه أيضا حتى يكون هناك توازن؟ الفنان الموريتاني عندما نقول عن نذكر الفنان فيجب أن نفصل الموسيقي عن المطرب. المطرب في موريتانيا هناك أصوات جميلة، بل هناك كان هناك مسنديمي تضاهي كل المطربات العرب، وهناك أيضا مطربات أخريات جئنا بعدها أيضا، لا تقول الواحدة منهم أو لا يقول الواحد منهم عن المطربين العرب، لكن ينقصهم فقط العلمية، دراسة الموسيقى، دراسة الأصوات، دراسة الأنغام، دراسة الإيقاعات. يعني الإيقاع شيء مهم جدا، أن يسير المطرب مع الوزن دون أن يخرج عنه قيد شعرة واحدة، هو الذي يضفي على الأغنية النقاء والقوة والجمال. أما عندما تكون القضية وكأن أطفال صف أول أو صف خامس أو كذا يغنون، يعني يختلف. يعني الكورال مثلا أوبرا تجد فيها 50 واحد بيغنوا، تظن أنهم واحد. هذا هو سبب الدقة. الآلات الموسيقية كما قلنا، كلما زادت الآلات عددا وتنوعا وإتقانا ودراسة، يعني هناك من يدرس آلة الكمان 20 سنة، لآلة فقط يدرس 20 سنة، عندها يكون مبدعا. فالناس هنا لا يهتمون بالدراسة، يعني طالما أن الأمور ماشية هواية كافي، هذا كافيني، هذا لا يجب. يعني شوف، أنا عندما جئي كان هناك عدد خريجي الجامعات في موريتانيا لا تجاوز أصابع اليدين بكثير جدا. الآن ما شاء الله هناك دكاترة في عشرات العلوم، هناك مبدعون، هناك مخترعون. هذا نفسه يجب أن يتكرر في الموسيقى. عندما يتكرر في الموسيقى أنا أضمن لك أن تكون الموسيقى موريتانية أفضل، وخاصة أن الشعب الموريتاني كله يحب الطرب. يعني بسبب انتشار الشعر وهو غناء الشعر العربي، روح الإنسان الموريتاني روح طروبة، ليست روح جامدة. يعني هناك شعوب لا تهتم بالموسيقى، لا تهتم بالموسيقى. الشعب الموريتاني شعب طروب، شعب اجتماعي، شعب
عاطفي. فهذه الأمور لو تعلم الناس هنا الموسيقى كل الناس وركز على كل الناس, كل الناس نعم. لما لا, ستكون موريتانيا من الدول الأولى في الوطن العربي في مجال الموسيقى. كيف أيضا وجدت الشعراء الموريتانيين في اختيارهم للكلمات, في استفادتك من شعرهم في أغانيك؟ أنا أفتخر بالشعراء الموريتانيين, وأنا من الناس الذين يعارضون الشعر الحديث, وأعتبره تخريبا في هوية الأمة العربية. الأمة العربية من مقوماتها شعرها, يعني الشعر الموزون المقفى. الشعر العربي, تقصد القصيدة العمودية. القصيدة العمودية عندما تسمع شعرا تشعر بسعادة من الداخل, تشعر كأنك أنت القائل. هذا واحد. ثانيا, القصيدة العمودية عندما تسمعها عدة مرات تحفظها ولا تنساها, بينما القصائد الحديثة تقرأها ملايين المرات ولا تستطيع أن تحفظها. وإذا حفظتها, إذا قرأتها لأحد الناس لا يهمه قراءته ولا ينتبه إليها, لا يتأثر بها سلبا ولا إيجابا, حسنا ولا فرحا. ما في نشوة. كلمات منثورة, يختار كلمات, يعني يلعب بكلمات, يخطف من هنا كلمة, لكن بدون وزن, دون, لأن الجرس الموسيقي لا يأتي إلا بالوزن. الجرس الموسيقي هو الذي يشعرك بالسعادة والفرح. لذلك أنا أفتخر بالشعر الموريتاني, لأنه ما زال بعيدا عن التخريب. التخريب الذي تتعمده جهات معينة في الموسيقى العربية, حتى الموسيقى العربية دخل فيها التخريب. يعني الآن تسمع أغنية في مصر, قمة الموسيقى في لبنان, في سوريا, تسمعها اليوم بعد شهرين تسأل عنها ما حدا يعرفها. لماذا؟ لأنها لا لحن قوي, ولا الكلام قوي, ولا الصوت قوي, صوت المطرب, فقط آلات ورقص يرقص عليها الإنسان, نعم, لكنه يحفظها يطربها لا. فهناك عملية تخريب مقصودة في عاداتنا, في قيمنا, في ديننا. لذلك على المواطنين الموريتانيين أن يحافظوا على هذا الشعر. هذا الشعر يجب أن لا ينتقل منه إلى الشعر الحديث, لأنه لا فائدة منه, لا يتأثر به أحد ولا يحفظه أحد. طيب أستاذ فريد, لو أن الوقت قصير ونحب أن نستفيد منك أكبر فائدة ممكنة, يعني كيف وجدت الموريتانيين في عاداتهم الاجتماعية, في علاقتك بهم كفنان سوري وكإنسان سوري أيضا؟ جئت إلى موريتانيا خلال السبعينات وخلال الثمانينات وخلال التسعينيات, يعني في تعاملك مع الموريتانيين ما الذي أعجبك فيهم من حيث العادات, من حيث الثقافة؟ والله يعني كثير من العادات نفتقدها في المشرق مثلا, أو هي موجودة لكن بشكل محدود. يعني مثلا التآخي والتآلف والبساطة والدخول الإنسان إلى روح الإنسان الآخر بسهولة, بينما مثلا في أوروبا أنا منذ سنة ونصف لم بالبناية التي أسكنها حتى الآن لم أصادق أحدا, أكثر كلمة تقال لي بونجور, غيرها لا يتكرمون, بينما في موريتانيا أنا لي مئات الألاف من الأصدقاء, لا حتى في الشارع, حتى في الشارع تسلم عليه بعد خمس دقائق يصبح صديقك. إذن هذه من النواحي الجميلة, الكرم, الشهامة, البساطة, عدم كثرة الأخبار. يعني شيء من الناس في أماكن أخرى مجرد ما شاف إنسان دخل عندك, هذا إيش يعدل عندك, وهذا ليش جاي لعندك, وهذا ليش تكلم معه. يا أخي أنا ما عندي حريتي الشخصية. فموريتانيا تضمن لك هذه الحرية وتحترمك. لذلك يعني أنا صفات كثيرة هي التي جعلتني أرتاح. لكن مع الأسف أنا وجدت يعني بالفترة الأخيرة بالفيسبوك وجدت أن هناك يعني خطورة بدأت تحدث, فبدأت موريتانيا يحدث فيها ما يحدث في دول أخرى. أنا في مؤلفاتي كتبت في أكثر من كتاب, خاصة في نظريتي التي أبدعتها في مجال الغضب, يعني كتابين كتبت فيها مجال علم النفس, في مجال علم النفس الاجتماعي,
وترجم أحد الكتابين إلى الإنجليزية. كنت أكتب أن الإنسان الموريتاني مسالم، يكره العدوان، يكره الجريمة. بينما صرت الآن أسمع كل كذا يوم أن هناك من قتل، أن هناك من شوه، أن هناك من كذا. نعم أستاذ فريد، ما هي أجمل أغنية تذكرها يعني أديتها تعتقد أنها أغنية موريتانية ونص أيضا موريتاني يعني خلال متابعتك للفن الموريتاني؟ أغنية لغيري أم لي أنا؟ لك أنت أولا ولغيرك. لي أنا يعني درسك غلانا لأنها كانت السبب في تعرف الناس علي أولا، ولأن ديمي غنتها معي وكانت بدعة رائعة. أغاني الأخرى فرحة العيد جميلة جدا، باري حالف يمين رائعة جدا، زين الشرق جميلة جدا، ترجيت عراب، ماذا زينة وحياتك زينة، يعني كلها عن النصوص الشعرية. أي النصوص؟ نصوصي أنا. أجمل النصوص الشعرية التي غنيتها التي تعاون معك بها فيها شعراء موريتانيين. فرحة العيد، فرحة العيد قمة في الجمال في الكلمة والنغمة والأداء. الأستاذ أحمد عبد القادر. والله. نعم. أطال الله في عمره. آمين. أستاذ قبل أن نختم البرنامج، أنت الآن جئت إلى موريتانيا بعد عقود من مغادرتها، وبعد أقدين تقريبا 25 ربع قرن. ربع قرن، يعني كيف وجدتها باختصار؟ والله يعني الحق يجب أن يقال، يعني أنا أتذكر أو تصور جيدا يوم قدومي، يعني محلات متواضعة عدا بعض المحلات اللبنانية التي كانت هي التي تعتبر محلات فعلية، إبيسيريات والسوبر ماركت، هذول كانوا شوي والباقي كانوا متواضعات جدا. بينما الآن ما شاء الله يعني مدينة عصرية، البناء الآخر، بناء الدوائر، بناء الوزارات، وجود كل هذه وسائل الإعلام، ما كان يوجد غير جريدة الشعر، جريدة من صفحات ناطقة باسم الدولة وبس، ما في غيرها. ما هو برنامجك خلال الأيام القادمة، مدة إقامتك؟ هل لديك برنامج في لقاءات أو تسجيلات فنية؟ أنا باختصار أنا أتمنى أن أستطيع أن أولا أنا الآن كيف اللي عدلته عندكم، أحاول أن أعطي أغاني لكل وسائل الإعلام ومجانا ودون مقابل، أحاول أن أسجل بعض الأغاني، يعني الأغاني اللي سجلتها أنا بالدراعة بكذا لا تكفي، لأني سجلتها في بيئة ليست هي البيئة الموريتانية، يجب أن أنتقل إلى تصويرها في بيئة موريتانية، يجب أن أشارك بعض الفنانين، وأعتقد أن بعضهم سيرحب بذلك في أداء بعض الأغاني معي، أن تكون كما كانت درسك غلانا، يعني سأجد إن كان هناك مجال أن نتشارك أنا والمعلومة إن شاء الله، أنا وأي مطربة أخرى تريد ذلك أو مطرب آخر أعطيه من ألحاني. أتمنى أن يكون هناك مجال لأن أغني في بعض الحفلات عندما يكون الوقت مناسب. نعم الأستاذ فريد حسن، شكرا جزيلا لكم على مشاركة في هذه الحلقة، ومرحبا بك في بلدك موريتانيا، ونختم بالعود إن شاء الله. أهلا وسهلا. حبيبي غنى في الأياح العيد وتشله الواديب، جالي حالف يامي ما يغفر لحبيبي غنى في الأياح العيد وتشله الواديب.